افرح بضعفك وتقدم بضعفك وسلم الربنا. أول حاجة تقدمها للكاهن الساعد. الحيوان له أربع رجول، رجلين من ورا اسمها أرجل الفخذ، ورجلين من قدام اسمها أرجل إيه؟ الساعد. الرجلين اللي ورا أدخن من الرجلين اللي قدام، معروفة كده، الرجلين الفخذ أدخن، واللي بيشتري منكم كوارع يعرف الحتة دي، دي أرخص من دي. الرجلين اللي قدام خير الرجلين اللي ورا، فهنا الرجلين اللي ورا أدخن من اللي قدام، والاتنين اللي قدام الشمال أرفع من اليمين، الشمال أرفع من اليمين. وانتوا ماشيين لو شفتوا حصان ماشي، عربية ماشية، لو شفتوا أي حيوان ماشي تبص كده في رجليه تلاقي الرجل الشمال أرفع رجل في رجليه. ولذلك في بعض الإصحاحات يقول لك يد الكاهن الذراع الرفيعة. الذراع الرفيعة هي الساعد، بس الساعد الأيسر. وكلمة الرفيعة في النص العبري يعني معناها الضعيفة، الضعيفة. والعجيبة إن الحيوان والإنسان حينما يتحرك أول رجل بيحركها الرجل إن هي الشمال مش اليمين. وأنا حتى قلت امبارح الكلام ده، قلت اللي في الجيش وفي الشرطة بيقولوا شمال يمين، عمرك ما سمحت قالك يمين شمال، لا شمال يمين، يعني قدم رجلك الشمال. طب ايه اللي ياخد الكاهن من ده كله؟ ان يتقدم بضعفه، زي ما المسيح جه قدم نفسه بضعفه، انتصر بايه؟ بقمة الضعف. عبد العزيز القوصي كتب وقال إن الحرية درجات. الشعب اللي بره حر، الشعب اللي في السجن حريته أقل، بس لما بيبقى محبوس في عنبر يبقى حريته على مستوى العنبر، لكن لما يحطوه في زنزانة حريته تعمل إيه؟ تقل، تبقى متر في متر ونص. ولما يربطوه في مقطرة تبقى حريته في حركته حوالين المقطرة. ويقول بالحرف الواحد تنقطع الحرية بالكامل عن الإنسان حينما يعلق على خشبة، لأنه هو متعلق على الخشبة حتى الشهيق والزفير في المسامير طح في جسمه وبيشد، بيفقد الحركة. حينما فقد حريته بالكامل صنع نصرة على إبليس اللي أسد بيزأر ويجول ملتمس من يبتلعه، وأثبت بالضعف ما هو أقوى من القوة، أثبت بالضعف ما هو أقوى من القوة. وإحنا المفروض نتشبه بسيدنا، يعني لما نيجي نخدم سواء في خدمة ذاتك، أسرتك، كنيستك، خدمة في كنيستك، سلم ضعفك لربنا. وربنا ما بيشتغلش في القوة، ربنا بيشتغل في الضعف دايما كده. وده اللي خلى بولس الرسول يقول ايه؟ أسر بضعفاتي، لأنه فيما أنا ضعيف أنا قوي، لأن قوتي في الضعف. ايه ربنا قال؟ تكمل. ايه اقوى حاجه في داود؟ انه كان فصيح لدرجه ان المزمور بيقول عنه ايه؟ لساني قلم كاتب ماهر. عارفين يعني ايه لساني قلم كاتب ماهر؟ يعني محامي مفوه، يعني اقدر اجيب الحجه والدليل. لكن ما كانش هو كلمه الله، مع ان المفروض اللي لسانه قلم كاتب ماهر نقول له يلا يا داود انت كليم الله، يقول لك لا، احنا عايشين واحد يكون كليم الله لازم يكون ثقيل الفم واللسان.
فكان موسى ثقيل الفم واللسان كليم الله. طب وداود ايه ضعفته؟ ان ضعفته وكان اتجاهه ضعيف في كله. ويجي ربنا يقول فتشت قلب داود وجدت رجل حسب قلبي. رغم ضعفاته ورغم أخطائه. ولذلك حتى الكنيسة علمتنا لما نقرأ المزمور في الإنجيل نقول مزامير داود الملك النبي الطاهر. النبي الطاهر لأن ربنا ما بيظهرش طهارته غير في قمة الأنجاس، وما يظهرش قوته إلا في قمة الضعفاء. افرح بضعفك وتقدم بضعفك وسلم لربنا.